ترجلنا كنا متعدد اشياء تعب ومطالب المجد وصولونا من بحضرك سيدي طالب متعدد اشياء التحية تتواصل مرة ثانية متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم وعلى بركة الله نتحرك بشوط رئيسي أيضا شوط الأشواط شوط الجعدان لهجن أصحاب السمو والشيوخ ومن يرقب من أبناء القبائل المتابعة قوية والمشاركة قوية والميدان جاهز 10 على 10 نحن نرحب بهذا الشوط ونرحب بهذه الشعارات التي تتوالى أدوارها في هذا المسير وتبادلنا الفرحة والشعور بالانتشاء إلى الناموس. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط لنعلن عن وجود شاهين اسمه الشيخ حمدان بن محمد المكتوم وعبيد بن محمد بطبيعة من يقدم أو علي بن راشد بن غدير من يقدم شاهين في أول المراكز أم المركز الثاني اللي هو محبوب لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم سالم بن مطر بن حاذة من يقدم لنا محبوب في هذا الشوط المحبوب الشوط الرئيسي ونقلتنا التالية ستكون على المركز الثالث هملول اسمه الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم عتيج بن علي بن خفية أما المركز الرابع فأنا شاهين لسمو الشيخ حميد بن عمار النعيمي علي بن مهير بن بليشة من يقدم لنا أيضا شاهين في هذا التحدي نقلة تالية إلى المركز الخامس شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبيد بن محمد بضبيعة والمركز السادس يأتينا هملول اسمه الشيخ حمدان بن محمد وعبيد بن محمد بضبيعة على التضمير النقلة التالية إلى المركز السابع المركز السابع شاهين اسمه الشيخ حمدان شاهين اسمه الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم وعتيج بن علي بن خفية المركز الخامس شاهين اسمه الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم ثاني بن عبيد ابن كديدة على التضمير والمركز السادس أرى شاهين اسمه الشيخ حمدان بن محمد المكتوم والمضمر علي بن راشد بن غدير بالهناوي يا بالهناوي يا سلطان يا سلطان انت واحد من ابناء الشعب مشارك في هذا الشوط نتمنى لك يلا تقدم واضح ومسيرة جميلة بن كليب يا سلام يا سلام يا سلام اشوف 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 هملول ومهير يلا يا مهير يلا يا مهير بدأ يعني يتجاوز المراكز مركز تلو مركز يلقى سلم المناصب درجة 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 من الدرجة المتأخرة إلى الوسطى إلى وين وصل وين ناوي على المركز الخامس هذه تقريبا المراكز الأولى مشاهدينا الكرام اللي دعناها على حضراتكم ولكن لنعود مرة ثانية لنتابع الحدث وماذا حدث على المقدمة وماذا صار منا أشياء جميلة تتبادل يا سلام يا سلام هملول وشاهين هملول وشاهين عند عبيد بن محمد بالضبيعة نعم يقدم له هملول وشاهين المملوكات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولكن الله يا بن حاذة يرقص 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 ويندفع ويندفع ويغير 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 مع محبوب يلا يا محبوب أول مرة تشاركنا بنشوف ما نعرف تاريخك ما عندنا معلومة عن تاريخك هل أنت يعني لك تاريخ جميل أكيد 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 أنك تحمل معاك شعار قوي ومضمر قوي أكيد أنك بتكون لك ماضي جميل هو الآن بدأ بالهجوم مع الثلاثية على مقدمة الشوط أما المركز الرابع يأتينا هملول مهير بن علي بكليب على رابع المراكز والمركز الخامس سلطان
السلطان بن علي ابو الهناوي، ولكن يا سلام روح روح روح، باي 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 مع السلامه، روح على نروح روح بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم، ولكن بن حاذة بن حاذة بن حاذة المتسلط والمنطلق في هذا الشوط. يلا يا بن حاذة، يلا يلا يا بن حاذة، يلا يلا يا سالم يا سالم يا سالم، توصل سالم توصل سالم، ولكن المقدمة هملولية، المقدمة هملولية، يا سلوم يا سلوم، الحيدري يركض على خطام تيمه الماضي، حاط منه من الرهو يلقص على الميدان، كنا سمالع يلد غنها غير طبيعي. شوفوا 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 شوف، معاه الاصل ومعاه السرعه ومعاه الاثاره ومعاه الخبره ومعاه الشعار القوي. يا سلام يا ابو محمد، يا سلام يا ابو محمد، يا سلام يا عبيد يا محمد يا ضبيعه، خلاص خلاص وفى وكفى، وفى وكفى في هذا الشوط، وفاله فاله الناموس دائما وابدا في كل المحافل، في كل المهرجانات، في كل المهرجانات يتقدم وواثق الخطوه، يمشي 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 مع الناموس، يمشي مع الناموس وهو مرتاح وهو مرتاح. نعم نعم، سلام 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 يا دبي، سلام لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم، تهانينا ايضا للمضمر عبيد بن محمد بالضبيعه على هذا الانتصار. اما المركز الثاني، المركز الثاني نشوف من وصلنا على المركز الثاني لمهير بن كليب، المركز الثالث سلطان بن الهناوي، المركز الرابع لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، والمركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن محمد، والسادس لسمو الشيخ حمدان، والسابع لسمو الشيخ حمدان، والثامن حميد بن كعيب، والتاسع لسمو الشيخ حميد بن عمار، والمركز العاشر لسمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم.